تخلينا وهنوكل احسن محامين في العالم اللي تخلينا ناخد فلوسنا في اقرب وقت ممكن. ماذا عن الغرامات اللي على الزمالك وما اكثرها؟ ده ملف بقى الحقيقه في مشكله كبيره قوي. وده ملف يعني مش هتكلم تاني عن سوء الاداره اللي خلاص كلنا عارفينه. مفهوم. انما ده ملف النهارده تقترب القضايا اللي مرفوعه علينا فيه باكتر من يعني 18 مليون دولار. مليون دولار. مظبوط. الغرامات المقررة على الزمالك في كل الاتجاهات كورة وغير كورة. التوتال نزلت منها المبلغ ده نزل منه 1.3 اللي هم خالد بوطيب. خالد بوطيب بقت وصلت 1.9 بدل 3.2. انما في الاخر ده مبلغ كبير جدا. عشان كده نتكلم على اهميه مش قادر اتخيل 18 مليون دولار ده عشوائيه اداره. مش هتكلم تاني دي على الزمالك ككل طبعاً. في كل حاجه كوره وغير كوره. ده اللجنه جت اكتشفت. لا الغالبيه هي كوره. الغالبيه كوره. لا الباقي كله ولا حاجه. هي كوره هي اهم حاجه. تمام. فالحقيقه ده من هنا وحضرتك ما كنت بتتكلم على القايمه من هنا واهميه وجود شخص زي الاستاذ عمرو ادهم. وحضرتك اعتقد استضفته رجل في قمه الاحترام الحقيقه والفكر ايضا. وهو ماسك الملف ده وماسك ملفات الشراكات مع الاتحادات او الهيئات الدوليه والانديه كمان لانه في كمان عندنا يعني خطه انه في قطاع الناشئين نشتغل على شراكات مع انديه اوروبيه. فالحقيقه يعني قصه خالد ابو طيب. خالد ابو طيب كل اللي كان طالبه من الزمالك 190,000 دولار. احنا رحنا قدمنا ورق غلط للفيفا. هو قدم ورقه اتحكم ليه بكل العقد بعقده كله 3.2. ده الراجل كان طالب 190,000 دولار. طب ما كنا عملنا ساتلمنت معاه وادينا له بلاش ندفع 190 ندفع 120 100 ونخلص الموضوع. لا دخلنا وعملنا ورق مش مظبوط ووديناه الفيفا. فيفا لم يلتفت الى هذا الورق وراح مدي غرامه 3.2. وبعدين لما دخلت اللجنه وابتدوا يبعتوا محامين ويبتدي نناقش في القصه دي نزلت ل 1,900,000. طب مين يدفع الفرق ده؟ زي مشكله شيكابالا بالظبط بتاعت سبورتنج لشبونه. انت لو كنت دفعت كان علينا في سبورتنج لشبونه 510,000 دولار. لو كنت دفعتهم ساعتها كان الدولار ساعتها ب 8 جنيه. كان 4 مليون جنيه. النهارده انت مفروض تدفع 1,600,000 دولار. ايه اليه سداد كل ده استاذ زين؟ ده الحقيقه يعني لسه استاذ عمرو ادهم يعني انا كان نفسي الكاميرا تبقى جايبه الكادر على المهندس هاني برزي هو شارد ذهنه وبيعمل كده ليه اجابه على السؤال فضل. يعني لا ما انا اصل انا الحقيقه بتحسر يعني انه الاموال كده يعني ده مال سايب الحقيقه. يعني موضوع قضيه بوطيب دي انت بتحاول انك انت لعيب اصيب وطلب استئذان ان يروح فرنسا يتعالج وطلب استئذان ان يروح يتعالج في فرنسا فهو بعد ما تأذن له بعد خلاف تروح مبلغ عليه ان هو متهرب وتبعد له انذار يعني كلام شغل سوري يعني مش عارف. انا بحاول برضو ابقى مهذب يعني في الكلام لكن في الاخر هو مين اللي بيدفع الكلام ده؟ نادي الزمالك. يعني انا النهارده اروح ادي لهذا الشخص 1,900,000 دولار كده يعني غير بقى اتشيمبونج غير جروس غير كل يعني العمليه كده مفيش في عقد بيني وما بين لعيب. وده اللي انا كنت بقوله العقد ده يجي فيه التزامات وحقوق على النادي وعلى اللعيب في نفس الوقت. انما ما ينفعش ان انا اجي في لحظه غضب او لحظه والله عنتريه كده اقول لا اخبط راسك في الحيط يلا انا مشيتك بره. سهل قوي. العقد واضح وصريح بنوده واضح الشرط الجزائي واضح وصريح. يعني لو ما جبت تلميذ في سنه اولى ابتدائي هيقول لك انت على نادي الزمالك تدفع الفلوس دي. هو ده اللي حصل. وفي الاخر بتحط مشاكل ماليه وعليك ضغط بقى انك تحل هذه المشاكل وبتوقف لك قيد وانت عندك ازمه ماليه هتتحل ازاي؟ الله يا ربنا يكون في عوننا والله. عشان كده انا بقول